الحمد لله ولله الحمد، بعد تعب كبير عرفت أوصل لفيديو أكل صيني حلال. والله زي ما بقول لكم كده، بعد تعب الناس دي الحمد لله هياكلوا حلال، يعني ما فيش خنازير وما فيش حاجة حرام، يعني نتفرج براحتنا. النهاردة هياكلوا خرفان أو ماعز، بس هيسووها بطريقة حلوة. يعني من الآخر الاكل هيتخدم في توابله، في تسويته، في تقديمه. ريقي جري، ريقي جري، دهن لوحده بقى. شوفوا هنا الحاجه النظيفه، نظيفه الحاجه النظيفه، نظيفه. طبعا انا عارف البنت هتتصدم في الاخر، خليك لاخر الفيديو هتتصدم. اوعى تصدق اللي انا قلته في الاول ده، اوعى. هو ده حلال لحد كده؟ حلال لحد كده؟ حلال. ابتدت اول المعازيم وصلوا. الحمد لله على السلامة يا معلم، الحمد لله على السلامة، نورت. اتفضل اتفضل، ادخل. ايه بقى السؤال؟ طب هو مطلع اللحمة كده ليه وبتاع؟ هنعرف في الاخر، هنعرف في الاخر، في الاخر، في الاخر، في الاخر. اللي ما يشتري يتفرج. انزل 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 انزل، كل دي شوربة وكل ده صوص وكل ده زيت وكل ده كل ده كل ده كل ده كل ده. عمل الشوربة اللهلوبة بتاعتهم. طب ما ننجز بقى علشان احنا جوعنا. انجز، لسه هتشرح، في ناس قاعدة عايزة تاكل. ده رز ده ولا ايه؟ هينزل بالرز؟ للأسف مفيش جزء تاني، خلاص كده.